وبركاته. معكم أستاذة ياسمين الوليدي من أكاديمية التدريب المتميز، واليوم سنبدأ إن شاء الله الدرس الأول من دروس القاعدة النورانية وكتاب اقرأ وارتقي. الدرس الأول هو قراءة الحروف الهجائية. ما هي أهداف الدرس؟ إن شاء الله في نهاية هذا الدرس سيكون الطالب قادر على أن يحفظ الأحرف الهجائية بأسمائها، يفخم الحرف المفخم، يتعرف على الحرف في أول الكلمة ووسطها وآخرها. سنبدأ بقراءة الحروف. ألف، حرف الألف. يجب أن نركز على حرف الألف لأنه يتكون من ثلاثة أحرف: ألف، لام، وفاء. اللام مكسورة، يوجد عليها تحتها كسرة، فيجب أن ننطقها بكسر اللام. ألف، ألف، ألف. باء، تاء، ثاء. جيم، حاء، خاء، خاء. دال، ذال، راء، زاء. سين، شين، صاد، ضاد. يوجد هنا قلقلة عندما ننطق حرف الصاد والضاد. صاد، ضاد، طا، ظا. عين، غين، فا، قاف، كاف. لام، ميم، نون، هاء، واو، همزة، ياء، ياء. والآن سأقرأ الحروف مرة أخرى، ولكن أرجو من أحبائي الصغار أن يركزوا في نطق بعض الحروف التي باللون الأزرق. ركزوا كيف أنطقها، هل هي مختلفة عن بقية الأحرف أم لا؟ ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، خاء. دال، ذال، راء، زاء. سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظا. عين، غين، فاء، قاف، كاف. لام، ميم، نون، هاء، واو، همزة، ياء، ياء. وهكذا تكتب الياء بالرسم العثماني، وهو رسم المصحف، وتنطق كما تنطق الياء التي نعرفها. الآن أيها الصغار، ماذا لاحظتم عندما قرأت الأحرف التي باللون الأزرق؟ هل لاحظتم أن هناك اختلاف؟ انظروا، حاء، خاء. نعم، إن حرف الخاء أقوى من حرف الحاء لأنه حرف مفخم. كل هذه الأحرف التي كتبت باللون الأزرق حروف مفخمة، يجب عند نطق هذه الأحرف أن نملأ الفم بالهواء وأن ننطقها بصوت قوي وليس صوت ضعيف. خا، خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غين. وحرف الراء هنا يأتي مفخم عندما يكون بالفتح أو بالضم، وسأشرح ذلك لكم لاحقا عندما نتعلم قراءة الحروف بالفتحة والضمة إن شاء الله. بعد أن تعرفنا على الحروف الهجائية وعلى الحروف المفخمة، سنراجع الحروف المفخمة سويا، وعددها ثمانية أحرف. وقد أخبرتكم قبلا أن حرف الراء لا يكون مفخما في جميع حالاته، ولكن بقية هذه الأحرف تكون مفخمة دائما. ولكي يسهل عليكم حفظها، إنها مجموعة في كلمة خص ضغط قض. وحرف الراء له حالات عندما يكون مفتوح أو مضموم. والآن سننتقل إلى أشكال الحروف. ماذا يعني أشكال الحروف؟ يعني أحوال الحروف.
كيف يبدو الحرف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. انظروا هنا حرف الألف هكذا يكتب في أول الكلمة وهكذا يكتب في وسط الكلمة وهكذا في آخر الكلمة. ولكن انظروا هنا حرف الباء والتاء وبقية الأحرف إلى حرف الخاء يكتب يتصل مع الحرف الذي قبلهم والحرف الذي بعدهم في الكلمة، ولكن حرف الألف لا يتصل بالحرف الذي يليه، يتصل بالحرف الذي قبله. مثلا يوجد لدينا مثال كلمة قال، انظروا حرف الألف في الوسط ولكنه لا يلتصق مع حرف اللام. ماذا سيحدث إذا التصق حرف الألف مع حرف اللام؟ لن يصبح حرف الألف، سيصبح حرف لام أيضا. فلذلك لا نكتب حرف الألف متصلا مع الحرف الذي بعده، دائما يكون حرف الألف منفصل عن الحرف الذي يليه. انظروا هنا سننتقل إلى الحروف الأخرى. يوجد لدينا نفس الشيء مع حرف الدال والذال والراء والزاء، لا تتصل بالحروف التي تليها، تتصل بالحروف التي قبلها فقط. وحرف السين والشين يشبه حرف الباء والتاء والثاء، يتصل مع الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. يجب عليكم يا صغاري أن تتعلموا كيف يكتب الحرف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة ليسهل عليكم لاحقا قراءة الكلمات. انظروا هنا حرف الصاد والضاد، حرف الصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف، كلها تتصل بالحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها عندما تكتب في وسط الكلمة. سنرى الصفحة التي تليها. هنا لدينا حرف الكاف. حرف الكاف هنا مختلف، انظروا إنه يكتب في أول الكلمة بطريقة مختلفة، يجب أن نركز في ذلك، وأيضا في وسط الكلمة، ولكن في آخر الكلمة كما هو حرف الكاف الذي نعرفه. انظروا حرف اللام يتصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده، وهكذا يكتب في آخر الكلمة وهكذا في أول الكلمة. هنا لدينا لام الألف. ما هي لام الألف؟ هي حرف لام متصلا بحرف الألف وتسمى لام الألف، تكتب هكذا في أول الكلمة وهكذا في وسط الكلمة وهكذا في آخر الكلمة، وبعض الأحيان تكون عليها الهمزة، وفي هذه الحالة يتغير النطق، لا ننطقها كما ننطق هذه اللام، هنا تكون نطقها همزة، سنتعلم ذلك لاحقا إن شاء الله. وهنا لدينا الميم والنون والهاء متشابهين، إنهم حروف تتصل بالحرف الذي قبلهم والحرف الذي بعدهم. في حرف الهاء لدينا حرف الهاء مختلف أيضا كما هو حرف الكاف، مختلف في طريقة كتابته في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أيضا، هكذا عندما تكون هاء وهكذا عندما تكون تاء مربوطة، هذه تسمى تاء مربوطة، لديها حالة واحدة فقط وهي في آخر الكلمة. وهنا حرف الواو، انظروا إنه مثل حرف الدال والذال والراء والزاء، لا يتصل بالحرف الذي يليه وهكذا يكتب في آخر الكلمة. ماذا عن الهمزة؟ الهمزة لديها أشكال كثيرة، مرة تكتب فوق الألف ومرة أخرى تكتب تحت الألف، وهكذا تكتب على السطر، وهكذا تكتب على النبرة، وهكذا تكتب تحت النبرة، وهنا تكتب على الياء، وهنا تكتب أسفل الياء، وهنا تكتب على الواو بهذه الطريقة في وسط الكلمة، وهكذا تكتب في آخر الكلمة، ولكن ننطقها جميعا ماذا؟ همزة، وسنتعرف على ذلك لاحقا أيضا. وهذه حرف الياء تتصل بالحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها كما هو في حرف الباء والتاء والثاء. وهذه حرف الياء في الرسم العثماني نجدها في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة فقط. وهكذا تعرفنا على أشكال الأحرف جميعها، وهكذا وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم،
تعلمنا الحروف وتعلمنا أيضا الحروف المفخمة وأشكال الأحرف، والواجب إن شاء الله سيكون التدرب على قراءة الحروف بأسمائها مع التفخيم والترقيق. أتمنى أن تكونوا استفدتم من درس اليوم واستمتعتم أيضا. شكرا لكم أعزائي الصغار، ألقاكم في درس آخر، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.